لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قاضي إسباني لجيش بلدي اعطوني سميت شكون سمح لطيارة بن بطوش تدخل لإسبانيا. طلب القاضي المكلف بالتحقيق في ظروف دخول إبراهيم غالي بهوية مزورة لإسبانيا القوات المسلحة الإسبانية بالكشف عن اسم الجهة التي وجهت طائرة بن بطوش للنزول في مطار سرقسطة. وطلب القاضي أيضا اسم العسكري الذي سمح بدخول غالي بهوية مزورة، وإن كان هذا العسكري قد فعل ذلك من عنده أو أنه تلقى أوامر من جهة حكومية لفعل ذلك. ومن شأن التحقيق إن استمر في القضية أن يورط وزراء في حكومة إسبانيا، حيث من المتوقع أن تتورط كل من وزيرة الخارجية ووزيرة الداخلية ووزيرة الدفاع. نشكركم على حسن المتابعة.